صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 738 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. دلوقتي عاوزين نظبط الجريد. الكلام ده مش هينفعنا، فود نيم، فود ايمج، كاتيجوري، حتى اللون بتاعها مش حلو. يعني بص اللون ده لما ظبطناه بقى جميل ازاي، ان اللون ده مش عاجبني خالص، يعني مش ماشي مع الدارك. الدارك الابيض فيه قليل، ماشي قليل زي كده يعني، يا دوب بس ايه الأعمدة. مع ان لو عايز تعملها في تقريبا خاصية في الـ Data Grid View اسمها Enable Visual حاجة بعد كده هوريها لك بس للمعرفة. يعني Enable Headers Visual Styles دي لو خليتها على False ولونت الأعمدة من فوق اللي هي ايه اقصد بيها ايه اللي هي دي اللي هي ميم والتصنيف الأعمدة هيتلون معاك. بس احنا مش هنعمل كده، هو دي لذيذة، دي حلوة، الفيجوال ستايل حلوة مفيهاش حاجة يعني. طيب نرجع لموضوعنا بقى، تعالى هنا هنعمل ايه، افتح دي كده وإيديت ايه كولومز، او تجيبها من البروبرتيز اعمل اللي انت عايزه. ادي اد، اول واحدة هنسميها الأكلة خلاص. يقلبوا ايه عربي الاكلة بالشكل ده كده، وهقول له ايه اد. تمام كده، دي اول حاجة عندي الايه الاكل خلاص. تاني حاجة الصورة خلاص، ودي ايه اد. تالت حاجة عندي التصنيفات، خد بالك مش التصنيف، لا التصنيفات، لان انت كده كده بتعرض التصنيفات كلها زي ما عملنا المره اللي فاتت بفضل الله خلاص. فدي هتبقى ايه التصنيفات، ماشي. رابع حاجه عندي هتكون المقادير تمام، ودي ايه اد. بعد المقادير هيبقى فيه ايه، هيبقى فيه عندك طريقة التحضير، هيبقى في ايه طريقة التحضير، نكتب ايه التحضير، كفاية كلمة التحضير بالشكل ده كده خلاص. ودي ايه اد. اخر حاجة عندي كود الاكلة اللي انا هخفيه اصلا، كود الايه
الاكله. كود الاكل ده فيزبل؟ لا شيل فيزبل، مش عايزه، مش عايزه يظهر اصلا. وادي ايه ات، بس اقفل دي على كده ودوس اوكي. كده انت ولا كانك عملت اي حاجه خالص. ايوه طبيعي، اكيد انت عارف ليه يعني، لسه ما ظبطناش الداتا بتاعتها. بص دول فاضيين ما فيهمش اي حاجه، وهنا عندك ايه؟ جاب لك البيانات تاني. فاحنا لازم نربط كل عمود مع الداتا اللي جايه له منين؟ من التي بي ال. بص عليهم بص كده، تي بي ال اول، بص عليهم بص. فود ام، فود نيم، فود ايمج، كاتيجوري، كومبوننتس، ديسك، فود كود. ماشي طيب، يبقى هنيجي هنا اول حاجه الاكله، فود نيم، داتا بروبرتي نيم هيبقى ايه؟ فود نيم. الصوره هيبقى فود ايمج. التصنيفات هيبقى كاتيجوري. المقادير كومبوننتس ولا كومبوننت؟ المقادير تقريبا، المقادير كانت كومبوننتس تقريبا، كانت ايه؟ كومبوننتس بالجمع. هنجرب كومبوننتس. التحضير طبعا ديسك سهله دي. واخر حاجه هيكون ايه؟ فود كود. فود كود بس. اعمل بقى اوكي، شغل كده. شوف كده تمام. بس هنا بص لو تلاحظ الصوره مش باينه. طيب هات بقى دي نشوف هنعمل فيها ايه. edit columns، الصوره دي column type. column type لا خالص، مش تكست بوكس column خالص، لا احنا عايزينه ايه؟ عايزينه data grid view image column، هو ده. بس دوس بقى ايه اوكي، شغل كده اهو، بفضل الله تمام معاك اهو. شايف واحده 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 تظبط معاك اهو. بص الاكله، الصوره، التصنيفات، المقادير، التحضير، كله تمام معاك بفضل الله، واخد بالك. وفي نفس الوقت بفضل الله يعني زي ما تلاحظ كده الفود كود مخفي. الفود كود ماله مخفي كده، تمام قوي كده بفضل الله. ايه تمام زي ما شايفين مع بعض كل حاجة ايه تمام. المقادير كله ايه؟ كله تمام. وانا عاملينها ايه؟ all cells هنا و all cells هنا. طيب ماشي. وبعدين عايزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نلون بقى الجريد. فين ال default cell style؟ ديفولت سيل ستايل، دوس عليها تاني، خلي الباك كولر دارك ريد، والفور كولرز تكون ابيض، والسلكشن هنختار انهي لون اللي هو ده تقريبا، والسلكشن بتاعه برضه يكون ايه؟ ابيض بالشكل ده كده بس. اوكي شغل كده تمام اهو زي ما شايفين مع بعض بفضل الله تمام معاك. رتب بقى براحتك، اعمل اللي انت عايزه مفيش اي مشكله. شايف عامله ازاي بفضل الله. طبعا انت ممكن بقى ايه تظبط زي ما انت عاوز. يعني مثلا لو جيت هنا كولومز، تصنيفات 150، لا مش جايه، هتلاقي هنا resizable read only column type auto size mode دي not set auto size. لو خلينا الاوتو سايز دي على نن مثلا بقت 150 اهي، واخد بالك، على اساس تكبرها يعني. يعني انت مثلا مش عاجبك ان مثلا انت شايف الحقل ده لو كبرته يبقى احسن، فاهم؟ على اساس يعرض لك كل حاجه يعني، واخد بالك. انت مثلا شايف ان كل حقل انت عايز تديله حاجه معينه على اساس ما يغيرش في التصميم بتاعك. مثلا المقادير دي مثلا عايز ايه؟ خليها زي ما هي. التحضير انت عارف ان التحضير هيكبر منك، فانت عايز مثلا تديله حاجه معينه، فهتخلي برضه الاوتو سايز مود على ايه؟
على نان، وتخلي مثلا الويتس بتاعه بدل 115 تخليه مثلا 130. شوف كده هيخرج من الجريد ده ولا ايه؟ لا زوده تاني اهو التحضير، خد بالك خليه مثلا ايه 150، وشوف كده حاجة زي كده، بحيث لما تشغل هو كده كده التحضير مش هيخرج عندي خلاص. انت كده كده عامله راب ايه، راب مود على ان هو يظبط ينزل سطر يعني اهو شايف. فانت بقى ايه، انت وراحتك. دي الاكله برضو ممكن طبعا الصوره عشان انت واخدها ما تغيرهاش، لان انت واخدها كده كده اصلا ايه 150 في 150. الصوره انت واخدها ايه 150 في الاول، واخدها 150 في 150، عشان كده قلت لك دي مهمه جدا بفضل الله انك تعملها يعني. تمام، بس بتظبط بقى على حسب اللي انت عايزه. ممكن مثلا ايه تقلل التصنيفات شويه، يعني بقى التصنيفات بدل 150 تخليها 140، وال10 دي تزودها في الاكله اهو، خليها دي كده نان، بدل مثلا قول مثلا 100 وايه 109 مثلا، ودوس اوكي بالشكل ده كده. يبقى انت ايه خدت من التصنيفات وايه وزودت على الاكله كده يعني. يعني بتظبط بفضل الله اللي انت ايه اللي انت عايزه. شوف اللي انت محتاجه، اللي انت عايز تظبط بيه، مثلا عايز تقللها شويه، عايز تقلل التحضير شويه، مفيش مشكله، بحيث تظبط الجريد اهي بدل 150 100 مثلا 48. اوكي ما دي تقريبا مش هتظهر لك السكرول، لا ظهرته برضه عادي. ممكن نعمل حركه تانية اللي هي ايه، نكبر الجريد ده سنه كده بسيطه، ونجيب دول كده محاذاتها، شغل كده كده، مش جايبه لك اقصد ايه السكرول اللي هو الافقي. فانت بتظبط على قد انت ما عاوز اهو كده. اتعلم اهو، بص تعليم كده ايه التصميم بتاعها، الحقول بتاعتها، المخفي مخفي، والظاهر ظاهر، كل حاجة بفضل الله كده ايه تمام معاك زي الفل. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.